اهلا بكم اعزائي المشاهدين من داخل معهد الاسكندريه العالي للاعلام ومن فعاليات مناقشه تخرج قسم الاذاعه والتلفزيون. يسعدنا ويشرفنا ان يكون معنا الاستاذ الكبير جوزيف كرم مدير التصوير بالتلفزيون المصري. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. حضرتك مشرفنا جدا النهارده. ميرسي جدا ليك. شكرا. في البدايه كنت حابه اعرف ايه انطباع حضرتك عن المعهد العالي للاعلام؟ وانا كنت يعني عندي شويه معلومات بسيطه عن الموضوع يعني في البدايه، بس خلال اليومين اللي فاتوا قعدت اتفرجت على الافلام اللي المفروض ان احنا هنتناقش فيها النهارده. لقيت في شويه افلام لطيفه فيها وجهات نظر، في حكايات لطيفه، في حاجات معموله بحرفيه. بالنسبه لي النقطه بتاعتي المهمه جدا في التصوير كزوايا واحجام لقطات حركة كاميرا، العنصر ده متحقق. بس عندي نقطة واحدة بس هبقى بتناقش فيها مع الناس اللي عملت الأفلام، إن درامية مصادر النور، بس دي بتيجي من الخبرة وبتيجي من التجارب وبتيجي من المذاكرة الكتير، لأن الموضوع في الأول وفي الآخر احنا بناخد معلومات بنبتدي نعرفها من خلال تجاربنا. كل وقت بيكون لينا ستايل بيتحدد طبقا للمذاكرة اللي بنذاكرها، لان الموضوع مش فكرة ان انا اتعلمت النهاردة والدنيا وقفت كده، لا، احنا شغلانتنا ارتبطت بالتكنولوجيا والتكنولوجيا متغيرة كل 14 يوم، فكل 14 يوم بيظهر عندي حاجة جديدة في كاميرا، في لمبة، في اجهزة حركة كاميرا، فأنا لازم أكون بواكب التطور اللي بيحصل، لازم أكون بذاكره كويس، لازم أكون عارف أستفيد إزاي من كل العناصر اللي بتخش جديد عن طريق التكنولوجيا. ده محتاجين نعرفه ونركز عليه قوي علشان يكون لينا تواجد كناس هتبتدي تشتغل في الصناعة دي. تمام؟ والصناعة ارتبطت بالتكنولوجيا زي ما قلت في بداية الكلام، فلازم اكون بابديت نفسي طول الوقت، لازم اكون بذاكر كتير، لازم اكون بتحرك. لو في لحظة وقفت هيعديني ناس كتير. تمام؟ في التصوير محتاجين نفهم شوية تفاصيل مهمة قوي، ان كل واحد ليه تذوق في الصورة بتاعته. تمام؟ كل واحد بياخد من الموروث الثقافي ويحط على الصورة بتاعته، كل واحد بياخد من الحاجات اللي شافها بعينيه قبل كده في أماكن كتير جدا ويبتدي يأكد ده في الصورة بتاعته. تمام؟ عنده شوية أدوات بسيطة قوي يعرف يأكدها كلها، يعرف يستغنى عن جزء منها، لكن لازم يكون لي ستايل، لازم يكون لي اسلوب يشتغل فيه. تمام؟ كبداية وكتجربة، وان انا بتكلم عن مشروع تخرج، فالافلام اللي انا شفتها متحقق فيها عناصر كتير جدا شكلها حلو قوي. تمام؟ يمكن اللي هيبقى يعني رأيي انك تبتدي تحط لنفسك ستايل تشتغل بيه كمخرج، كمصور، كسيناريست، لان كل التفاصيل دي هتفرق في شكل الفيلم بتاعك. ويا ترى دي اول زياره للمعهد ولا حضرتك شرفتنا قبل كده؟ هي دي للاسف اول زياره، ومش اخر زياره ان شاء الله، ومش اخر فعاليات ممكن تكون موجوده في المكان هنا. هل كان في انطباع في ذهن حضرتك مخالف اللي شفته النهارده؟ وايه الفرق بين الانطباع واللي حضرتك لمسته في المعهد العالي للاعلام؟ خلينا نقول ان شكل المبنى لطيف جدا. خلينا نقول كمان ان المكان اللي احنا واقفين بنصور فيه ده قاعه شكلها حلو قوي وينفع يتعمل فيها فعاليات كتير جدا. خلينا نقول ان الناس في المعهد مهتميه قوي بحدث زي النهارده. انا مش عارف النهارده تخريج الدفعه كام، بس يعني كام؟ 9. طيب اوكي. اعتقد ان الدفعه الثامنه كان في شويه تفاصيل،
تاخدين عنها في الدفعة التاسعة. الدفعة اللي هتكون السنة الجاية بإذن الله هيكون فيه حاجات كتير ممكن تكون أفضل من كده وكده، بس على المكان لا يعني في أماكن لما تخشيها تحس براحة نفسية، أنا حسيت بكده. شكرا جدا لحضرتك، نستكمل لقائنا مع شهد عمر. خليني أرحب بحضرتك مرة تانية، أهلا بيك. أهلا بيكي. مجال التصوير مجال صعب، والصورة بتوضح وبتبرز معنى الفكرة أكتر، والزوايا لو اتخذت بزوايا مختلفة الكادرات بتدينا معاني مختلفة، فإيه معايير حضرتك لمشاريع التخرج النهاردة؟ خليني أقولك على حاجة يعني شفتها من خلال الأفلام لما قعدت أتفرج عليها، متحقق لي شوية تفاصيل لطيفة جدا بتفرق في الصورة. احنا فن وثقافة، ونقدر نقول ان احنا يعني كسينما احنا لينا حضارة. ليه لينا حضارة؟ لان بيتقال على الحضارات ان هم بيمتلكوا لغة، واحنا بنمتلك لغة بصرية، تمام؟ مفهومها ان صانع الصورة بيكون ليه وجهة نظر بيحاول ان هو يوصلها للجمهور علشان يتفاعل معاها ويتأثر بيها، تمام؟ اللغة دي ليها مفردات، والمفردات دي قد تكون 9 أو 10 مفردات، منها التكوين كعلم لتكوين الإطار الصورة وزوايا الكاميرا وحركة الكاميرا وحركة العناصر والديكور والألوان والملابس والممثل والصوت والمونتاج والإضاءة. الأفلام اللي أنا اتفرجت عليها متحقق فيها العناصر دي، تمام؟ وفي رسالة في كام فيلم واضحة وشكلهم حلو قوي. بقدر جدا فكرة ان حد عنده شغف ان يكون بينتمي للصناعة دي وبيبتدي يدرسها، وده عامل مهم جدا بالنسبة لي، فكرة انك تكون بتدرسها. اوكي، الموهبة ينفع تتنمى بالدراسة، تمام؟ في كام فيلم حسيت فيهم إن الناس تعبت واشتغلت وحاولت تعمل أقصى طاقة ليها، وأنا بحترم ده جدا. كل اللي بيجرب وكل اللي بيتعب في بروجكت هو يستحق إن هو يتشكر أول حاجة، تمام؟ شكرا إنك بتورينا حاجة، شكرا إنك بتدينا وقت من الترفيه والمتعة، تمام؟ متحقق فيهم عناصر اللغة البصرية كزوايا تصوير، أحجام لقطات، حركة كاميرا وحركة عناصر وألوان وديكور والناس اللي بتمثل عملت اللي عليها. فأنا بالنسبة لي الأفلام متحقق فيها عنصر اللغة البصرية يعني أقرب للاحترافية شوية. بما ان حضرتك وصلت لك نسخه من مشاريع التخرج، فعايزه اعرف راي حضرتك مبدئي، وهل الطلبه اللي حضرتك شفتها او المشاريع اللي قدمت حضرتك يقدروا يواكبوا سوق العمل في مجال التصوير ولا لا؟ خلينا نقول حاجه، الافلام معموله بحرفيه، متحقق فيها عناصر اللغه البصريه زي ما قلت في اجابه السؤال الاول. محتاجين شوية توجيه، شوية ورش للناس اللي عملت الأفلام دي، تبتدي بعد كده نعتمد عليها في إن هي تقدم أفلام تكون بتوصل رسائل، لأن ما كانش في فيلم من الأفلام اللي أنا اتفرجت عليهم مفهوش يعني معمول كده، لا كل فيلم ليه غرض وليه هدف وده باين. نقدر نعتمد عليهم خلال وقت
محتاجين شوية تدريبات، محتاجين شوية ان هم ينموا مهاراتهم شوية ويبقوا جاهزين لسوق العمل بنسبة 100%. شكرا لحضرتك مرة تانية. شكرا. يا جماعة في عقيدة ثابتة بالنسبة لنا كلنا، احنا خدمين اضرب بس وبس، ومفيش تفاصيل في الجملة دي. الكلام اللي مكتوب هنفك اللوغاريتمات بتاعته ازاي ونحوله لصورة، ده التارجت بتاع مدير التصوير والمخرج والمونتير. الكالر تمام جدا، التكوينات بتاعت الصورة بصراحة برافو عليك. من داخل معهد الإسكندرية العالي للإعلام وتحديدا من فعاليات مناقشة مشاريع تخرج قسم الإذاعة والتلفزيون، يسعدنا ويشرفنا أن يكون في ضيافتنا النهاردة الأستاذ جوزيف كرم. أهلا بحضرتك. أهلا بك. في البداية كنت حابة أعرف من حضرتك إيه رأيك في المشاريع التي تمت عرضها النهاردة بصفة عامة؟ هتكلم على المشاريع كلها بصفة عامة، بعد كده هبتدي أخصص يعني للحاجات اللي كانت مميزة جدا بالنسبة لي. اول حاجه شفت قد ايه كان في تناغم بين كل فريق العمل لكل فيلم من الافلام. اوكي، كلهم كان عندهم زي وحده هدف كده ان البروجكت بتاعهم يكون مميز. في تعب، في ناس ذاكرت كويس، في ناس قررت تجتهد وتتفوق على نفسها وتبتدي تلم معلومات عن البروجكت بتاعها وتذاكر اكتر وتجيب كتب وتعمل سيرش على الانترنت وتركز قوي 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 في الموضوع بتاعها، وده بان مختلف قوي. اوكي، كمان هتكلم عن مجالي كصورة. معظم الافلام الصورة بتاعتها، مش هستخدم المصطلح بتاع صالح هندسي اللي مرتبط بالتلفزيون او بالاعلام، لا، هستخدم التصريح الخاص بالسينما، ان الصورة اتحقق فيها عناصر اللغة البصرية، الصورة مناسبة لدرامية العمل الفني، حركة الكاميرا مناسبة لدرامية العمل الفني واحجام اللقطات وزوايا التصوير. كل ما يخص شكل الصورة بأدواته بتفاصيله كلها، تفصيلة تفصيلة، واضح ومتحقق في بعض المشاريع، وبتركيز واجتهاد قوي ان هم يشتغلوا على نفسهم، ده متحقق لي كصورة. بخصوص المواضيع، في افلام انا ما كنتش قادر اتحرك من قدامها، في افلام كانت قادرة تستحوذ عليا، ان انا اخش جواها، ان انا اتفاعل معاها واتأثر بيها. كان في كذا فيلم كده بيحقق المعادلة دي، يعني من ضمن الافلام ان انا يعني في فيلم من الافلام انا نسيت ان انا صانع في المجال ده وجاي اقيم، لا انا جيت استمتعت. بوجه رسالة لإدارة المكان وللدكاترة المسؤولة عن المشاريع وللطلبة اللي عملت المشاريع، بشكرهم رقم واحد على المجهود اللي اتعمل، بشكرهم على جودة الأفلام اللي اتعملت، وبشكرهم ان هم غزولي عينيا بصريا، ودي صعب مدير تصوير يكون بيقولها، بس اللوكيشنز اللي كان فيها التصوير، الإضاءة، عناصر اللغة البصرية بمفرداتها كلها كانت متحققة في بعض المشاريع اللي بيها أنا اتغذيت بصريا، فأنا ما كنتش جاي أقيم قوي بقدر ما كنت جاي أستمتع، دي حقيقة. طيب حضرتك ذكرت اكتر من مره ان في افلام كانت بالنسبه لحضرتك ممتعه، ممكن حضرتك تقول لنا زي ايه مثلا النهارده اتعرض حضرتك وكان ممتع؟ كان فيلم الفايلوك، في شغل جامد جدا 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 بصراحه،
كبحث ودراسة ووصول لنقط بحثية مهمة جدا في السيناريو الفيلم، لوكيشنز تصوير، الملابس بتاعت الحقبة الزمنية اللي فيها الفيلم، الديكور، الافكتس اللي معمولة في الصورة، وكما لو كنت اول مرة اشوف في فيلم عربي قصير قد ايه انا حسيت ان كما لو كانت السماء فعلا بتنزل تلج في الفيلم ده. كافكت اتعمل، كفيجوال افكت اتعمل يعني، وكلونية صورة انا حسيت بالمود بتاع الصورة دي، بالجو العام اللي هم قاصدينه، وده اتحقق قوي. كمان فيلم الشونة في شغل جامد جدا، الحكاية ذات نفسها حكاية قوية قوي، التصوير حلو قوي، التكوينات بتاعت الصورة قوية جدا، حتى انه بروح اشوف الزمن بلاك اند وايت دي كانت قوية جدا. كمان هرجع للفايلق في حاجة، انه وراني فايل الفيلم، ودي كانت حاجة جديدة عليا اشوفها في مشروع تخرج، ان هو قدر يوريني السيناريو في كتيب موجود فيه الستوري بورد بتاع كل الشوتس اللي موجودة في الفيلم، وموجود كمان الديكوباج. يعني من الاخر انا لو بعمل برزنتيشن لفيلمي انا هدي الكتيب ده لحد اقول له ده الفيلم بتاعي، دي حكايتي، دي الرؤية بتاعتي، اهو من غير ما تشوف الفيلم العناصر دي كلها متحققة في الكتيب ده. فدي حاجة يعني بشكرهم عليها ان هم شافوها. ده سيستم بنقول عليه كلفظ دارج في السوق، انه شغل اجانب مش مصريين، احترافية عالية قوي يعني. ده متحقق في كذا بروجكت، في كش مالك متحقق، في ايه كمان يا ربي متحقق، فوت علينا بكرة، وفي فيلم كمان محقق الموضوع ده، فيلم الشونة عجبني جدا الصورة اللي انا قلت ان هي ابيض واسود، الحكاية اتحكت بطريقة فيها يعني طريقة الحكاية كانت مميزة ما بين حد حكاء بيحكي ودكتور نفساني بيفسر ليه الحالة دي وصلت للموضوع ده، وراجل قانون بيقول ان هيحصل ايه قانونيا في كل الحالات. اوكي عندي كمان فيلم اختفاء معنوي، كان فيلم حلو جدا، تفاصيله لطيفة جدا 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 جدا. العجبني قوي في الموضوع ان نحاول يا جماعة نركز، نحاول نبتدي نفهم ان كلامنا وان تصرفاتنا بالنسبة للشخص الاخر ممكن تفرق، ان هي ممكن تكون سبب انتكاسة ليه او سبب تشجيع، وان هو يقدر يفايت في حياته. ما كسروش بكلام ملوش يعني ملوش داعي ان انا اقوله، تمام؟ وان مش عشان فلان ده بيعمل حاجة فهو مجال للسخرية، تمام؟ ممكن تكون الحاجة اللي انا بحبها دي انت ما بتحبهاش، بس ده مش من حقك، ده ما يدكش الحق ان انت تتهكم عليا. اوكي والتمثيل مهنة، وكل الناس بيقولوا هم الممثلين دول بيعملوا ايه، طب تعالوا خدوا شوت بدلهم كده بكل سهولة، تعالوا عرضوا نفسكم لكم الضغوط النفسية والعصبية في كل شوت، تعالى وريني نفسك لما يطلب منك انك تعيط في لحظة، تعالى وانت بتعيط فجأة اضحك، تعالى خش في كل تفاصيل كل حاجة مكتوبة في الورق ووريني انت بقى. تمام، تقول ان الممثلين بيعملوا 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 بيعملوا. حتة التصنيفات الشخصية، هل الشخصية دي كويسة ولا وحشة، ده مش ما يدكش الحق، تمام؟
انت مش ربنا تحاسب حد، تمام؟ دي تفصيلة مهمة جدا لازم الناس كلها تكون عارفاها ولازم نأكد عليها. التمثيل مهنة مهمة جدا، تمام؟ ولو حد هيتهكم على فكرة التمثيل او حد هيدين فكرة التمثيل، كل الشغلانات فيها الحلو والوحش. صناعتي فيها وضوح وصراحة، كل الشغلانات التانية فيها كل حاجة على المستخبي. بس حضرتك ذكرت الأفلام اللي كانت لفتت انتباه حضرتك، فهل مثلا الطلبة اللي كانوا عاملين الأفلام دي كانوا طلبة متميزين من حضرتك طبعا، هل ممكن بقى حضرتك تميزهم وتعمل لهم مثلا تدريب للتصوير أو منح تصويرية أو حاجة كده؟ أعمل منحة للتصوير للطلبة المتميزين بنسبة 100%. موافق طبعا، أنا أي حد محتاج أي مساعدة في أي حاجة تخص التصوير أنا جاهز جدا في أي وقت متاح. هم حابين أنا تحت أمرهم. دايما 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 عندي مبدأ لطيف جدا، اللي حابب يتعلم وحابب يحقق جزء من انه يعرف معلومة عن الشغف اللي بيحبه ده، انا على استعداد ان انا اساعد بكل طاقتي. ومش وتعالي حاسبيني على الكلام ده، بكرة بعده 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 بعده. انا ممكن اللي يمنعني بس ان اما يكون عندي تصوير او حاجة فوق ارادتي. طول ما وقتي يسمح انا على استعداد للمساعدة في اي وقت. جدا لحضرتك. زميلتي نيروز هتكمل مع حضرتك. دلوقتي هنستأنف لقائنا مع مدير التصوير الأستاذ جوزيف كرم. أهلا بحضرتك وطولنا عليك قوي النهارده. معلش خالص. عايزة بقى أخدك كده شوية من أجواء المعهد ونطلع بره، وعايزة أعرف حضرتك، يعني سمعنا إن عشان قدوة وقيمة وقامة في مجالك، معروف عنك إنك بتحب تسرح شوية في شغلك، بس مش تسرح بحاجة سلبية، لأ، يعني معروف مثلا المؤلف بيحب يسرح بخياله وهو بيكتب، حتى الشيف بيحب يفكر في حاجات وصفات جديدة وهو بيطبخ، ابتكارات. طيب حضرتك لما مثلا قدامك الكاميرا ممكن تبقى داير عادي جدا، بس حضرتك بتبقى شايف ايه احنا مش شايفينه، متخيل ايه في المشهد احنا مش شايفينه؟ بصي، علشان شغلانتي قد تبدو للبعض ان هي شغلانة سهلة، لكن مش اي حد ينفع يتقال عليه ان هو مدير تصوير. ده مش تكبر او اي حاجة خالص، بس احنا عندنا مواصفات لازم يكون عارفينها قوي في مدير التصوير ده. رقم واحد، مدير التصوير مش يعني صورة حلوة، ده اول حاجة. مدير تصوير يعني صورة مناسبة للورق المكتوب. الورق ده عبارة عن حكاية، الحكاية دي بيكون ليها طبقة اضاءة معينة. طبقة الاضاءة دي بتتحقق من خلال مصدر ضوء، ليه زاوية سقوط، ليه لونية، ليه طبيعة. هل هو المصدر ده هارد هيعمل شادوز هيعمل ظلال تقيلة، ولا سوفت ناعم هيعمل ظلال خفيفة؟ اوكي. طيب لونه، هل هو 3200 كلفن ولا 5600 كلفن، ولا طبقا لوجهة نظري انا محتاج احط درجة حرارة لونية كام على الكاميرا علشان اوصل المسج، تمام؟ زاوية السقوط دي هل هي الغرض منها ان انا باين الشخص ده جميل، ولا باين الشخص ده مريض نفسي، ولا باين الشخص ده في صراع، ولا باين الشخص ده مش باين اصلا وسلويت لونه اسود في الصورة والدنيا حوالين منه ورامة نورة. كل زاوية سقوط ضوء ليها معنى في الدراما. أنا من خلال قرايتي للسيناريو بعرف الحكاية التفاصيل المطلوبة فيها، وابتدي أشتغل عليها، تمام؟ وابتدي أفكر أنا عندي كام مشهد، المشهد كام زاوية، المشهد ده هيسلم مشهد بعده، طب هل المكان ده ينفع يتنور زي المكان التاني؟ طيب هل المكان ده لو انا بصور حاجة كوميديا هي نفس الاضاءة اللي هتكون فيه لو بصور حاجة نفسية، لو بصور حاجة ساسبنس، لو بصور جريمة،
لو بصور أكشن أكيد في طبيعة كل عمل فني حتى لو أنا في نفس المكان بتتغير الإضاءة بتاعته. تمام؟ دي من ضمن أساسيات مدير التصوير في شغله. تمام؟ بيبتدي يختار لمباته بعد المعاينات اللي بيعملها علشان كل لوكيشن بيكون محتاج إضاءة غير التاني. الكاميرا، حركة الكاميرا، الزاوية، حجم اللقطة. طب حجم اللقطة ده مرتبط برقم عدسة ولا ممكن استغنى عن رقم عدسة واخد رقم ما ينفعش اخد بيه الشوت عشان اوصل معنى درامي معين من خلال العدسة دي؟ دي تفاصيل بتبقى حرب جوه دماغي في كل سيكونس بيتصور في كل زاوية. انا ايه المعنى الدرامي اللي قصده من الزاوية دي، من الصورة دي، من التفصيلة دي؟ تمام؟ الواني رايحة لايه؟ مهندس الديكور عامل ايه؟ ايه هيتحرك؟ ايه مش هيتحرك؟ ايه هيتأكد عليه؟ ايه مش هيتأكد عليه؟ التكوين، هل التكوين ده موصل المعنى اللي احنا قصدينه من السيناريو ولا لا؟ حرب جوايا مع تفصيلة مهمة جدا، ان وسط ما انا بفكر في كل دول انا عندي اختراع اسمه مثلث التعريض، عبارة عن ثلاث عناصر: حساسية الوسيط اللي انا شغال عليه في الكاميرا، زاوية الغالق او سرعة الغالق، فتحة العدسة. كل رقم من دول بيعمل تفصيلة معينة في الصورة، محتاج ان انا افكر ليه اخترت الرقم دوة، ومحتاج ان انا افكر ليه هغيره، وتأثيره اللي هيحصل في الصورة بيعمل ايه. عناصر كتير قوي انا طول الوقت ببقى قاعد افكر فيها. تمام؟ وكمان كمدير تصوير انا ببقى ساعات مضطر ان اداري عيوب موجودة في الديكور. اوكي؟ ساعات ببقى ممكن اشيل حد في الاخراج، في زوايا، في حركة كاميرا، فبيبقى عندي تفاصيل كتيرة قوي 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 طول ما أنا قاعد على الكاميرا مش قاعد وبفكر في السيكونس اللي كان قبل مني، قبل ما أنا أصور دلوقتي، وبفكر في السيكونس اللي بعد اللي أنا بصوره دلوقتي. فالموضوع عندي في كونتينيانس شغال طول الوقت، تفكير 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 تفكير. Allah.